جهاد الدهس قد يستمر طويلا. تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة والإرهابية بقى عندهم مصطلحات مذهلة غرضها الأساسي الإسلام، الدين الحنيف الإسلام، تتم الإساءة إليه. جهاد الدهس، جهاد الطعن، يعني حد سايق عربية وبعدين يدوس أي ناس قدامه ويطلقون على هذا جهاد الدهس. إن أي حد يطعن أي مارة في الطريق ويطلق على هذا إن هو جهاد الطعن. مدينة برشلونة في أسبانيا سيئة الحظ هذه الأيام، مش بس لأنها تلقى فريقها الرئيسي فريق برشلونة ضربات قوية من الفريق المنافس التاريخي ريال مدريد، إنما كمان لأن المدينة بعد قليل من الهزيمة الرياضية كان عندها أزمة كبيرة نتيجة تلقي ضربات من تنظيم داعش، 17 قتيل وإصابات عديدة جدا بعد ضرب تنظيم داعش لمدينة برشلونة. الناس في صدمة لأن أسبانيا بقى لها فترة طويلة خارج دائرة الإرهاب، ولأن أسبانيا بقى لها فترة طويلة أيضا ليست في اشتباك مع العناصر المتطرفة الإسلامية ولا في أي حدود موازية، إنما التنظيم ذهب إلى أسبانيا. أسبانيا رفعت درجة الاستعداد للمستوى 4، أعلى مستوى 5، يعني دي نقطة واحدة قبل أعلى مستوى تأهب، في تقدير ممكن يحصل اعتداء إرهابي آخر في أسبانيا. أسبانيا مش لوحدها ولا برشلونة لوحدها، إنما الأحداث الإرهابية من موسكو إلى أمريكا ومن فنلندا إلى ألمانيا. الساعات اللي فاتت كل نشاط الأخبار بتحمل أخبار دهس أو أخبار طعن، وقبل قليل اشتباك في أمريكا. جهاد الدهس اللي هو كلام فارغ لا أساس له ويسيء إلى مفهوم الجهاد ويسيء إلى كل مفاهيم الإسلام، هو بالنسبة للجماعات المتطرفة أمر سهل للغاية. نمرة واحد إن ما فيهوش تكلفة، علشان كده ممكن يستمر جهاد الدهس، بين قوسين جهاد الدهس ده ممكن يستمر لفترة طويلة. ليه؟ نمرة واحد بلا تكلفة، أي عربية بس هيسرع شوية لما يقرب من الناس، خلصت العملية الإرهابية. يعني عملية إرهابية سهلة تمام الناحية الفنية، عربية ماشية تلاقي ناس تسرع وتدخل في هؤلاء الناس، خلصت العملية الإرهابية. اتنين، انه مفيش اي تخطيط، لا انت بتترقب شخصية مهمة ولا مسؤول بارز ولا بتراقب مكالمات ولا بتراقب حركة ولا عندك معلومات ولا اي شيء، اي ناس متجمعة في اي مكان تدخل فيهم بالعربية، ده يؤدي الى تنفيذ العملية الارهابية بلا اي تخطيط. تلاتة، بلا خبرة، انت مش محتاج حد اتدرب في داعش ولا راح افغانستان ولا راح المكان الفلاني ولا عنده سيرة ذاتية في الإرهاب، أي تافه في أي عمر بدون أي خبرة يمكن أن ينفذ العملية الإرهابية، لأن كل الموضوع معاه سكينة هيطلعها يطعن اللي قدامه فجأة بدون أي استعداد، أو إنه سايق عربية يضرب الناس اللي قدامه. إنه يمسك سكينة ويضرب مش محتاج أي تدريب، لأنه لا حزام ناسف ولا متفجرات ولا قنابل ولا اغتيال ولا هيمسك أي سلاح آلي أو غير آلي، إنما كل الموضوع سكينة بدائية ممكن يضرب بيها أي حد، أو إنه سايق عربية يدخل بيها في أي ناس. فالموضوع لا فيه تكلفة ولا فيه تخطيط ولا محتاج خبرة. نمرة 4، احتمالات الهروب أكبر، لأنه ممكن يطعن بسكين ويقدر يجري ويهرب أكتر من هو لو استخدم سلاح ناري. والأمر الثاني إنه لو سائق العربية، أغلب اللي سائق عربيات ودهسوا قدروا إن هم يهربوا لمدة قصيرة أو طويلة، غير إنه لو حزام ناسف تبقى عملية انتحارية والنجاة تساوي صفر. نمرة 5، إنه الذئاب المنفردة، أي حد ينتمي لفكر داعش يقدر يعمل ده بسهولة بدون قادة التنظيم يعرفوا إن هو عمل هذا الأمر. يعني تنظيم داعش بيتبنى فقط، وكالة أعماق اللي هي تبع تنظيم داعش كل شوية تتبنى عملية. العملية دي مش شرط تنظيم داعش بمعنى قياداته إدت أوامر، إنما الناس اللي نفذوا العملية دول بينتموا فكريا إلى تنظيم داعش.
يعني مثلا لما داعش قالوا ان هم اللي عملوا عملية برشلونة قالوا معلومات غلط، قالوا ان في شخص دخل بسلاح ناري على احدى الحانات قتل الناس، ده مش صحيح. وقالوا ان تم استخدام حافلة كبيرة في دهس المواطنين، انما اللي حصل ان هي عربية صغيرة مش حافلة كبيرة. اذا في معلومات داعش بتقولها مش مظبوط، وفي عمليات بتتبناها ما عندهاش معلومات عنها. ده من الناحية التنظيمية. ده من الناحية الفكرية، في النهاية الناس اللي بيأدوا هذه العمليات سواء هم قابلوا أي حد من داعش أو ما قابلوش، بيعوا أو ما بيعوش، اتصلوا أو ما اتصلوش، هم بينتموا فكريا إلى تنظيم داعش. موسكو فيها عملية تنظيم داعش تبناها، فنلندا فيها عمليات طعن، ألمانيا فيها عمليات، عملية الكبيرة في برشلونة، في اشتباك في أمريكا ومات بعض رجال الشرطة، ورئيس ترامب نعى الناس اللي ماتوا أثناء الاشتباك من الشرطة الأمريكية. إذن العالم كله بيشهد موجة في أماكن بعضها غير مسبوق، زي فنلندا زي أسبانيا ما كانتش مناطق لعمليات داعشية من قبل. العملية الكبيرة جدا للدهس اللي مات فيها 84 في مدينة نيس 2016 ما كانتش نهاية، إنما كانت بداية لمدن أخرى، برلين، هايدلبرج، مدن في السويد، باريس، دلوقتي برشلونة. فبقى موضوع الدهس ده موضوع عالمي بيستخدم في أكثر من مدينة. طبعا ده كله شيء مؤسف جدا، ليس في الإسلام ما يسمى جهاد الدهس، وليس في الإسلام ما يسمى جهاد الطعن، وليس في الإسلام الاعتداء على أي آمنين أو مدنيين، وليس في الإسلام الاعتداء على أي أحد إلا لما يكون في مبرر شرعي كافي تماما للدولة التي من حقها فقط الدفاع عن الدولة وعن الشعب. وبالتالي مثل هذه المصطلحات جهاد الدهس أو جهاد الطعن ومثل هذه السلوكيات هي كلها في مجملها تستهدف أولا وأخيرا ليس غير المسلمين، وإنما تستهدف سمعة المسلمين وسمعة ومكانة الدين الإسلامي في العالم.